زيادة لازم أفرغها ف توقع حاجة تعبت كثير. خلينا نبلش الفيديو. السلام عليكم. هذاك الأسبوع عملت حلقة عن أكثر 5 أفلام لازم نكون مستنيينها ب 2021. حلقة اليوم رح نحكي عن أكثر 5 مسلسلات مستمرة لازم نستناها ب 2021. رح تتعرفوا شو هن المسلسلات؟ أعطيني الإنترو. أول مسلسل عنا بحلقة اليوم هو مسلسل يو. قصة المسلسل اللي ما بيعرفها رح أحكيها بشكل سريع. في عنا مدير مكتبة، إنسان عنده هوس بموضوع أنه يحب هاي ويحب هاي، بس الطريقة يلي بيتزب فيها البنت اللي قدامه غير كل العالم، فهو بيحاول يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، بيحاول يستخدم الانترنت لحتى يحسن يتزب البنت له بطريقة. خلينا نقول انه هو مسلسل رومانسي، بس بنفس الوقت فيه فكرة كتير حلوة انه شلون واحد وقت يكون مهووس بشي شلون بيعمله، شلون بيستخدم كل الوسائل المتوفرة عنده لحتى يصل لهدفه، هدفه السيء طبعا. المسلسل له جزئين ربيع عام 2021، جايينا الجزء الثالث. رأيي الشخصي انه هذا المسلسل جميل جدا لانه فيه فكرة غير المسلسلات الرومانسية الثانية. باغلب المسلسلات الرومانسية او الافلام الرومانسية بنشوف انه في عندنا بطل بحب البطلة، يا هو بيكون غني يا هي بتكون غنية، فقير غني، هالجو هذا. اخر الفيلم او اخر المسلسل بيحبوا بعضه بنتهي الموضوع، ما فيها شيء انه واو مثلا في فكرة في الموضوع. على عكس هذا المسلسل بنشوف انه البطل عنده هوس لحتى يتقرب من البنت او البنت تتقرب منه، فبيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، بيستخدم الانترنت، بيعمل كل شيء لحتى يقرب منها او تقرب منه. فهي الفكره انه فيه هو عنده هوس غير المسلسلات الرومانسيه، وهذا الشيء اللي شجعني صراحه اشوف المسلسل. لولا هيك انا ما كنت بشوف مسلسل رومانسي، بحسه ضيع الوقت بالنسبه لي انا، مو من جوي. فلا، هذا مسلسل فيه فكره حلوه وبتجذبك. اول جزء وثاني جزء من هذا المسلسل كانوا جدا جميلين، وباخر دقيقه من الجزء الثاني بيعطيها جوي هذيك النظره. الشيء في المسلسل بيعرف وقت جوي يعطي هي النظرة اشي بيعني، بيعني انه طلع شاف بنت جديدة وخلص حطها في راسه وبده يحبها. ليش ما بتعرف هيك؟ خلص الزلمة عنده هوس. فهي الفكرة انه هو بنهاية الجزء الثاني خلص كان في عنده وحدة يحبها وحبته وماشي الموضوع كله، فبينتقلوا على بيت فبيشوف بنت الجيران فبيعطيها هذيك النظرة. بالنسبة لي الموضوع بلش ينحلب وانا خايف من الجزء الثالث. اول جزء كان جدا جميل، وتاني جزء اخذته نتفليكس وحسنته انتاجيا. وطبعا نتفليكس وقت تشوف مسلسل ناجح بتاخده وبتشطه وبتمطه وبتحلبه لحتى انه خلاص العالم كله تكره هذا المسلسل. فانا خايف من الجزء الثالث لانه فكرته حلوة وانا كان عجبني المسلسل، وانا من الناس اللي المسلسلات الرومانسية او الافلام الرومانسية كتير صعب يعجبوني، وهذا المسلسل لانه فيه فكرة كان عجبني خايف ينحلب و يخرب علي نظرتي للمسلسل. ما بعرف، برجع بعيد، انا خايف من هذا المسلسل بجزء جديد. حد الان مو معروف تاريخ العرض بالضبط، المعروف بس انه هو ب 2021، فخلينا نستنى ونشوف وكونوا متاكدين انه بس ينزل الجزء الثالث راح تكون في مراجعه خاصه فيه. المسلسل الثاني عنا بحلقه اليوم هو لا كاسا دي بابيل. طبعا انا حكيت بشكل تفصيلي عن السبب لحتى وصل المسلسل لا كاسا دي بابيل لهي النقطه، انه العالم بلشت تكرهه. اذا ما شفت الحلقه راح تطلع لك هون. لا وهي شوي، اذا كانت الشاشه هيك بالعادة دي شوي، أنا هذا يساري بالعادة بتطلع هون، إيه فراح تطلع هون. شوفوا الحلقة، شوفوا رأيي عن المسلسل. ما بدي أرجع عيد حكي اللي حكيته بديك الحلقة، بس بدي أضيف شغلة واحدة إنه ممكن ينقذوا المسلسل، بما إنه تأكد وصار الموضوع رسمي إنه هذا الجزء هو الجزء الأخير لمسلسل كازا دي بابيل، فهون ممكن نحن نتوقع إنه في عنا واحدة من نهايتين راح تصير بشكل جدا طبيعي، يا أما بدهم يفوزوا على الشرطة ويطلعوا ويسرقوا وينتهي الموضوع، يا أما بدهم يموتوا. برأيي الشخصي إذا بدهم ينقذوا هذا المسلسل لازم تصير مجزرة بالفريق تحديدا، يا الكل يموت، يا قسم منهم كبير يموت والباقي ينسجن، أو حدا يصير فيه بخه شيء. المهم ما يضلوا طبيعيين، ما لازم يكون المسلسل يخلص بشكل طبيعي بانتصار، لازم تكون النهاية إنه الأبطال، إنه فريق لكاسا دي بابيل ينتهوا
أنا برأيي هيك ممكن المسلسل يمشي حاله. بهاي النهاية ما بقصد بحكي إنه مسلسل رح يرجع يصير أسطوري، لا، بس عم بحكي إنه ممكن ينقذوه ما يصير فيه مثل بريزن بريك. كلنا بنعرف شلون خلص مسلسل بريزن بريك بالجزء الخامس، شلون أعطونا قصة من لا شيء كانت جدا 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 سيئة، وفي كتير ناس كرهوا المسلسل من الجزء الخامس، وأنا برأيي الشخصي المسلسل كان ممكن يكون أسطوري لولا هذا الجزء بالتحديد. ف مثل ما حكيت مسلسل لكازا دي بابيل إذا بده ينقذ حاله من هذا الحكي إنه ما يصير هو من أسوأ المسلسلات والعالم تنتقده بشكل كتير كتير كبير، لازم يصير مجزرة في الموضوع أو مالك اللي يبقى طبيعي، لازم يكون في شيء غير، لازم يخسر ولازم الفريق يخسر. إذا ما خسر فهذا المسلسل راح يصير فيه مثل ما صار ببريزن بريك. من المتوقع إنه ينعرض الجزء الأخير بأبريل 2021، بس بالضبط كتاريخ لسه ما حددوا، بس هذا هو الموعد المتوقع. وبس ينزل أكيد رح يكون في مراجعة خاصة فيه، كونوا مستنينا. المسلسل الثالث هو مسلسل سي. بعام 2019 اجت أبل تي في وعطتنا مسلسل سي، وقت خلص المسلسل أنا كتير انبسطت وأتعرفت أنه في جزء تاني، لسبب بسيط أنه بالجزء الأول كان في عنا فكرة جدا جميلة بتنفيذ إلى حد ما سيء. إخراجيا المسلسل كان فيه كتير أغلاط، بس أتوقع أنه هذا الموضوع هو بشكل طبيعي نحن كمشاهدين رح ننتقده، لسبب جدا بسيط أنه اليوم وقت في عندك عالم عميان ما عم بيشوفوا شيء، فانت راح تركز انه وقت بدهم ياخذوا شغله من البراد مثلا، او بدهم ياخذوا شغله من التخت، او بدهم يمشوا، فانت راح تركز بكثير تفاصيل انه هذا اعمى، طيب شلون نعمل هيك. فاتوقع انه نحن كمشاهدين وقت بدنا ننتبه على هيك تفاصيل هون راح ننتقد المسلسل ونحسه الى حد ما تنفيذه كان مو هالشيء التوب. فبتمنى انه الجزء الثاني اخراجيا يكون افضل ويكون اقوى، لانه فعلا هذا المسلسل فكرته جدا حلوة، تمثيليا الممثلين كانوا كمان جدا قوايا كانوا جدا قوايا، وبنفس الوقت ممكن أتوقع أنه هذا المسلسل إذا تنفذ بطريقة جدا جميلة وحسنوا كل الأغلاط أو ضبطوا الأغلاط اللي كانت عندهم بالجزء الأول، أتوقع أنه يكون من أحلى المسلسلات بعام 2021. المسلسل الرابع اللي عندنا بحلقة اليوم هو مسلسل ديكستر. مسلسل ديكستر صار له خالص 7 سنين، فجأة شو تايم بتطلع وبتقلنا رح أعطيكم جزء جديد بعام 2020 من المسلسل. شخصيا ما عندي أي توقعات لهذا المسلسل لسبب جدا بسيط، أنه نهاية الجزء الثامن كانت سيئة بطريقة جدا فظيعة، وما ممكن أساسا تتوقع، يعني أنا ما بحس أتخيل هلا شلون ممكن يرقعوا الشيء اللي صار بنهاية الجزء الثامن. وحتى إذا كنتم ملاحظين تقييم الحلقة الأخيرة كان 4 أتوقع، على عكس باقي الحلقات اللي هن 8 و9، فنهاية كانت جدا سيئة، وما أتوقع في حدا في العالم كله عجبته النهاية. شلون رح يرقعوا الموضوع؟ شلون رح، ما بدي ادخل في الحرق لكم شو هي النهايه، بس انه شلون بدهم يرقعوا الموضوع؟ شلون بدهم يخلقوا قصه جديده ولا ايش بدهم يعملوا بالضبط؟ ما بعرف صراحه، ما بس اتخيل من الموضوع شيء، لازم نستنى المسلسل ونشوف ايش رح يخترعوا. ان شاء الله ما يحلبوه ويصير سيء. المسلسل الاخير عندنا بحلقه اليوم هو مسلسل بيكي بلايندرز. مين ما اشتاق لتومي، ومين ما اشتاق لارثر، ومين ما اشتاق للكنه البريطانيه الرائعه جدا، مين ما اشتاق لاجواء المسلسل. على عكس كثير مسلسلات فيها اجزاء كثيره، هذا المسلسل ما ممكن تمل منه لسبب جدا بسيط، مثل ما حكيت في عنا لكنه بريطانيه، في عنا اجواء المسلسل العصابه اللي موجوده بعصابه بيكي بلايندرز، فبسبب اللكنة، بسبب أجواء المسلسل، بسبب تومي، بسبب كتير قصص بهذا المسلسل جدا حلوة، ما أتوقع في حدا رح يمل من هذا المسلسل. وبجزء جديد مثل ما حكيت فيه ممكن يكون توجه سياسي بالمسلسل، ما بعرف، رح نستنى ونشوف. بس مثل ما حكيت هذا المسلسل جينا ورح نكون جدا مستمتعين فيه، كونوا متأكدين أنه مسلسل بيكي بلايندرز ما رح يكون شط ومط لكازا دي بابل، ديكستر، جيم أوف ثرونز، لحد يضرب. فالمسلسل جينا ب 2021، ما في موعد محدد اتوقع حسب ما بحثت، ما في موعد اكيد بالضبط انه راح يكون المسلسل موجود فيه، معروف انه بس ب 2021، فكمان بس يطلع مسلسل راح يكون في مراجعه كامله عنه. فبس اتوقع هدول هن اهم 5 مسلسلات مستمره ب 2021. اعطوني رايكم تحت الكومنتات، انا مسلسل متحمسين لو انا مسلسل بتحسوا انه خلص حاج صار الحل بكتير فيه، يعني بشكل عام اعطوني رايكم عن هذا الموضوع. هذا كان كل شيء عندي الفيديو اليوم، بنشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.